بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. راح نتكلم عن درس بسيط جدا وصغير عن الماء ضروري للحياة. راح نتكلم عن الماء. الماء ضروري للحياة ولا حياة بدون الماء. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. وطبعا كلنا نعرف أن الماء يشكل حوالي تقريبا 60% إلى 70% من البروتوبلازما الخلايا الحية. ونسبة الماء في جسم الإنسان حوالي تقريبا 70%. بمعنى أن لو كان هناك فردا وزنه 100 كيلوغرام، راح يكون محتواه المائي الجسمي تقريبا 70%، أي 70 كيلومتر، و30 كيلومتر مادة صلبة. ونسبة الماء في الخلايا حديثة السن في الأطفال أكبر من نسبتها في الخلايا المسنة للكبار والمسنين. إلى هنا انتهى الدرس. أتمنى أنكم عرفتوا أهمية الماء في الجسم، وأتمنى أن كل شخص يتغذى على أكبر نسبة من الماء لكي يتم العمل في الجسم لهنا انتهى الدرس.